واحد بيقول في قتل كل اطفال بيت لحم 144,000 طفل، بيقول اين كان التلاميذ ال 12 او ال 70 في ذلك الزمان؟ الم يكونوا قد ولدوا بعد، ام ان السيد المسيح حفظهم جميعا، علما بان احد الاباء في الرهبان في عظته قال لنا لم ينجو من الذبح سوى يوحنا المعمدان ونسنائيل فقط. هو هيرودس قتل اطفال بيت لحم، ما قتلش كل اطفال العالم اليهودي كله، ده اطفال قرية بيت لحم. ان المسيح ولد في بيت لحم، كتير من التلاميذ كانوا اكبر من المسيح في السن زي بطرس مثلا، وفي اصغر منه بكتير في السن زي يوحنا. فمن ناحيه السن في ناس اتولدوا بعد كده وناس مولودين قبل كده، ومن ناحيه البلاد في كتير مش مولودين في بيت لحم اليهوديه، فاللي قتلوا اطفال بيت